أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج أفراح العيد. واجب بالروح الشريف يا حبيب واجب، واجب عيني تباريك يا حبيب واجب، واجب بالروح الشريف يا حبيب واجب، واجب عيني تباريك يا حبيب واجب. والله الشعر في كل المواضيع طبعا، بالوجدان موجود، بالغزل، بالهجاء، بالرثاء، بكل المواضيع موجود الشعر. يعني واحد مثل ما قلت الفنان رسالة، يعني في أي موضوع، في أي موقف، في أي حدث المفروض الفنان يكون موجود بين ناسه وبين أهله. بدايتي كانت مع الكابتن مصعب مع أكاديمية موس سيتي 2015. قضيت مع لعبت معه تقريبا 4 سنين 5، انتقلت الى فريق الضباط الشعبي، بعدين خضت تجربه مع نادي الامواج، وتمارت مع منتخب محافظة 2 بقياده كابتن عايد اسو، بعدها صار الاختبار مع منتخب الشباب ورحت. افلت واني قد خبرت افولها، في الجوى والنار من مسدي، تلك التي النمرود أوقد نارها دفء على المظلوم في جسدي. احنا اهلها واحنا اللي نعليها، موصل بفرحة وامل نبنيها، كل التعب ذاك اللي بيه مرينا، وصلنا رجعت شمعة ونضويها، وصلنا رجعت شمعة ونضويها، والساحل الأيمن فتح بيبان، والساحل الأيسر تلم أحضان، حد بابات ترجع عيد مبطولها، بدو المدينة الجميلة نقولها رجعت.